अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड, मेरा दीन इस्लाम चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सब ने 46वां पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप सब हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम 47वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, आप सब तवज्जो दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط। دوستوں، یہاں آپ سین بھی پڑھ سکتے ہیں، سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں چاہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سواد پڑھے یا سین پڑھے، دونوں میں سے آپ کی مرضی۔ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس لیے کہ یہاں دیکھیں، یہاں سواد ہے، یہاں سین ہے، یہ سواد ہے، اس کو سواد بھی پڑھ سکتے ہیں یا سین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں چاہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ دوستو، یہ آج کا سبق ہوا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق کے لیے پھر ہم کل آگے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔